بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب النهارده هنتكلم عن التعريف اللي موجوده في الدليل الاسترشادي للمقاولين الخاص بالكود السعودي للمباني السكنيه 1101 و 1102 وزي ما شفنا في الفيديوهات السابقه ان في عندي SBC بي سي 1101 ده اداريه نحفظ مع بعض ده الدليل الاسترشادي للاجزاء الاداريه والمعماريه والميكانيكيه الدليل الاسترشادي للأجزاء المعمارية والإنشائية والإدارية يبقى ده الإدارية المعمارية الإنشائية طيب وفي عندي اس بي سي اللي هو كام 1102 ده الميكانيكية الكهربائية تمام تمديدات الصرف أو التمديدات الصحية بصفة عامة والغاز وترشيد الطاقة اس بي سي 1102 يا ريت نحفظهم كويس طيب تعال نشوف ايه هي التعريف الخاص لما بيجي في الكتاب ده اخوانا كلمة الوزارة الوزارة هنا معناها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهيئة هي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ساسو الهيئة هي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ساسو اللجنة الوطنية هي اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي طيب المديريه العامه للدفاع المدني احدى القطاعات الامنيه التابعه لوزاره الداخليه وتتولى اعداد قواعد ووسائل السلامه في المجالات الصناعيه والزراعيه والتجاريه والسكنيه ومتابعه تطبيقات هذه المديريه العامه للدفاع مين؟ المدني الجهات المختلفه بالوزاره يعني الاداره العامه لكود البناء السعودي طيب الامانه او البلديه جهه تابعه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان ويكون الموقع في دائره اشرافها ويناط بها متابعه اصدار التراخيص الانشائيه اللازمه يبقى اصدار التراخيص الانشائيه اللازمه هتبقى تابعه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. طيب الجهات ذات العلاقه الجهات ذات العلاقه معناها ايه في الكتيب ده؟ وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان والمديريه العامه للدفاع المدني وزاره الطاقه والهيئه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. مسؤول البناء اللي هو البيلدينج اوفيسر تمام ده عباره عن هو موظف وهو السلطه المختصه الاخرى المنوط بها تطبيق الكود وانفاذه يبقى مسؤول البناء هو الجهه اللي منوط بها تطبيق الكود وانفاذه الكود البناء السعودي هو مجموعه ودي حته مهمه جدا لازم نحفظها حفظ مجموعه الم... مجموعه المتطلبات والاشتراطات وما يتعلق بها من انظمه ولوائح تنفيذيه وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامه والصحه العامه تعريف كود البناء السعودي تعريف بسيط جدا ممكن نحفظه من هنا يا اخواننا اهو كود البناء السعودي مجموعه من المتطلبات والاشتراطات تمام وما يتعلق بها من الانظمه ولوائح تنفيذيه وملاحق تخص ايه بقى تخص البناء والتشييد ليه؟ ايه الهدف من الكود اصلا؟ الهدف من كود البناء السعودي ضمان السلامة والصحة العامة، ضمان السلامة والصحة العامة. طيب المتطلبات اللي هي تفاصيل التصميم، طرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسية. يبقى المتطلبات اللي هنا موجودة أو متطلبات الكود هي عبارة عن تفاصيل للتصميم وإيه تاني؟ وطرق التنفيذ والتشييد وتحديد المواصفات القياسيه. الاشتراطات هي عباره عن اجراءات وضوابط تراخيص البناء واعداد المخططات ومتطلباتها. الدليل هو الدليل الاسترشادي للكود السعودي للمباني السكنيه. مهم جدا كلمه الدليل اللي احنا شغالين عليه ده هو الدليل الاسترشادي للكود السعودي للمباني السكنيه 1101 و1102. رخصه البناء يعني ايه تعريفها؟ اذن مكتوب يصدره الجهاز البلدي. وفق أحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية واللائحة إيه التنفيذية ده معناه رخصة البناء أما رخصة الممارسة ده عبارة عن تصريح تصدره الهيئة السعودية للمهندسين للأشخاص لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم أو التنفيذ والإشراف والتفتيش رخصة الممارسة دي مهمة جدا لنا كمهندسين أخوانا لازم يكون معك رخصة ممارسة هي عبارة عن تصريح تصدره الهيئة السعودية للمهندسين للأشخاص لممارسة أعمال إيه؟ الدراسات والتصاميم أو التنفيذ أو الإشراف أو التفتيش. هيئة معتمدة approved agency هي هيئة رسمية معتمدة معنية نظامياً بإجراء الاختبارات أو تقديم خدمات التفتيش وتكون معتمدة من جانب مسؤول البناء. لو احنا رجعنا هنا تمام كان في مسؤول البناء. مين مسؤول البناء؟ هو السلطة المختصة لتطبيق الكود وإنفاذه. السلطة المختصة لتنفيذ الكود وإنفاذه. المصمم المعتمد الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له في الجهة المعنية والذي يتعاقد معه المالك لعمل الدراسات والتصميم المالك بيتعاقد مع المصمم المعتمد بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق ال... وفق كود البناء السعودي. طيب ده المصمم مين المعتمد؟ طب المصمم المشرف. الشخص الطبيعي او الاعتبار المرخص له من الجهه المعنيه بممارسه اعمال الاشراف والذي يتعاقد معه المالك كمصمم مسؤول القيام بالاشراف على تنفيذ وفق التراخيص والمخططات المعتمده يبقى انت في عندك المصمم المعتمد تمام بيتعاقد معاه عشان يعمل الدراسات والتصاميم اما المصمم المشرف بيتعاقد معاه عشان يمارس اعمال الاشراف على التنفيذ المنفذ هو المقاول المنفذ هو المقاول الشخص الطبيعي او الاعتباري المرخص له بممارسه انشطه اعمال البناء والذي تعاقد معه المالك لتنفيذ البناء يبقى هنا احنا خلي بالك المقاول لتنفيذ البناء او التركيب او التشغيل والصيانه وفق الايه وفق الكود ده مين المقاول او المنفذ طبعا المصمم المشرف بيعمل ايه الاشراف على التنفيذ بعد كده عندك المصمم المعتمد بيستخدمه المالك في اللي عمل الدراسات والتصاميم. المفتش الشخص المرخص له والمعتمد من الهيئه السعوديه للمهندسين للقيام باعمال ايه؟ التفتيش على المباني وفق الكود، يبقى المفتش هو بيعمل تفتيش على المباني وفق الكود. القرار المساحي مخطط الارض يوضح الجهات مخطط للارض يوضح الجهات وابعادها ومساحتها والزوايا فيها ومناسيب الارض والشوارع المحيطه. ونقاط الاشتراك مع الأبنية أو الأراضي أو الشوارع المجاورة، يبقى إيه القرار المساحي تاني؟ القرار المساحي هو مخطط للأرض بيوضح الجهات، جهات شرق غرب شمال جنوب والأبعاد أبعاد تمام طول وعرض القطعة ومساحتها والمساحة والزوايا ومناسيب الأرض والشوارع المجاورة أو المحيطة ونقاط الاشتراك مع لو في عندي جار ابنية مشتركة بيني وبين ارض مشتركة بيني وبين شوارع مجاورة يبقى ده القرار المساحي، الإشراف متابعة ومراقبة متابعة ومراقبة مسؤولة عن او من قبل مهندس محترف مسجل لازم يكون محترف ويمتلك المؤهلات اللازمة والخبرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة به بالتفتيش. التفتيش فحص منتج أو فحص تصميم منتج أو إجراء تمام او انشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود يبقى المفتش ده بيبقى عنده الكود هو المرجع وبيطابق هل هي مطابقه الكود ولا لا او للمتطلبات العامه للبناء من لائحه فنيه او مواصفه قياسيه وذلك وفقا لمتطلبات عمليات التفتيش الورده في كود البناء السعودي طيب تقارير الاشراف هي تقارير تعدها جهه الاشراف عن مدى مطابقه الاعمال المنفذه للمخططات المعتمدة لرخصة البناء. شهادة الإشغال هي إذن بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقته للكود. التقرير الفني عبارة عن إيه؟ مستند فني يتضمن حالة المبنى إنشائيا إنشائيا ومدى مطابقة المبنى لأنظمة البناء والمخالفات إن وجدت ويعد من قبل التقرير الفني ده مراقب الامانه اللي هي البلديه او المكتب الهندسي من خلال خدمات الرخص الانشائيه في منصه بلدي ده التقرير الفني طيب منصه بلدي هي البوابه الوطنيه الداعمه لمجتمع البلدي وتشمل الخدمات الالكترونيه التي تساعد في تقديم الطلبات الالكترونيه لاستخراج الرخص لاكثر او الاكثر استخداما يعني جهه التفتيش جهه او هي طرف ثالث مقبولة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ساسو ومرخصة للقيام باعمال التفتيش وفق مجالات كود البناء السعودي. المفتش الخاص هو الشخص المرخص له والمعتمد من الهيئة السعودية للمهندسين للقيام باعمال التفتيش على المباني والذي يقوم المالك بتكليفه للقيام باعمال التفتيش الخاص. تقرير التفتيش النهائي هو تقرير عن اعمال التفتيش التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة بعد إتمام أعمال البناء وثيقة التأمين تمام هي وثيقة التأمين على العيوب الخفية هي وثيقة التأمين على العيوب الخفية العيب الخفي يعني عيب خفي يا أخوانا أي عيب في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضعف من قوة وثبات واستقرار المبنى أو أي عيب يرجع إلى أخطاء وأعطال أو قصور في التصميم أو المواد أو الموقع أو الإنشاء على أن يكون هذا العيب لم يكتشف في تاريخ إصدار شهادة الإشغال ده تعريف مهم جدا تعريف العيب الخفي. طيب وبعدين وكالة اعتماد طرف ثالث Party Agency وكالة معتمدة تشغل نظام اعتماد منتج أو مادة يشتمل على اختبار المنتجات الاولية وتقييم ومراقبة نظام ضبط الجودة للشركة المصنعة، شهادة تأكيد السلامة. شهادة او الشهادات التي يقدمها الفاحص الفني إلى شركة التأمين عند الانتهاء الفعلي من تنفيذ أعمال المشروع بموجب عقد البناء أو بعد ذلك وأي شهادة إضافية يقدمها الفاحص الفني إلى شركة التأمين لتأكيد استمرارية سلامة المبنى في حالة اعادة فحص المبنى في اي وقت حسب البند التنفيذي ده شهادة تأكيد السلامة في عندي لائحة تصنيف المخالفات هي لائحة لتصنيف مخالفات كود البناء السعودي وتحديد العقوبات عبر لجنة النظر المخالفة كل تجاوز تعريف المخالفة هو كل تجاوز متعمد او غير متعمد لكود البناء السعودي ولوائحه اي حد يعمل تجاوز متعمد او غير متعمد لكود البناء السعودي ولوائحه ده يعتبر مخالفه، المخالف كل شخص يقوم بمخالفه كود البناء السعودي ولوائحه، المخالفه الخطره كل مخالفه لكود البناء السعودي يترتب عليها تعريض الارواح او الممتلكات للخطر او تتسبب في الاضرار بصحه الانسان او البيئه دي بيسموها المخالفه الخطره يبقى يعني انت عندك المخالفه والمخالف والمخالفه الخطرة الخدمات العامة هي الكهرباء والهاتف والماء والصرف الصحي دي كانت يا بعض التعاريف او التعريفات اللي موجوده في الدليل الاسترشادي للمقاولين في الكود السعودي للمباني السكنية وشوفكم في المحاضرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته